الندوة ناقشت موضوع الأحوال الشخصية فيما يخص الإخوان الجنوبيين، وكان في مسح لموقف الشريعة الإسلامية الحاضرة من زواج المسيحية بالمسلم وزواج المسيحي بالمسلمة، لعله قضية الخرطوم بحري أثارت بعض التساؤلات في المسألة دي، لأنه كان طعن ولي أمر الفتاة على خطيبة قائم على مسألة النسب، وأنه في أصوله فريد، وأنه أسرته معها كفاءة لأسرة بنته هو، والمحكمة حكمت في الاتجاه ده. بعدين في مسألة اتفاقية الشمال والجنوب اللي وضعت حد للمشاكل والخلاف المسلح بيننا وبين الجنوبيين، انفتح برضو الباب للتساؤل في وحدة الشمال والجنوب، هل يمكن أن تقوم على أساس من التزاوج بين الشماليين والجنوبيين حتى لا يكون في تمييز بين الشماليين والجنوبيين، تمييز واضح ضد الجنوبيين. تخيل السؤال بالصورة دي، أن نحن الجنوبيين وإنتوا الشماليين كلنا سودانيين في وطن موحد، واتجاهنا أن نكون أمة واحدة، أفراد في الشمال والجنوب لهم حقوق مساوية وعليهم واجبات متساوية، والوضع الدستوري راح يتجه في الاتجاه ده بطبيعة الحال، ما يمكن أن يجي دستور حكم بين الشمال والجنوب يميز ضد الجنوبي. لكن الأمر قائم في الشريعة الإسلامية في أنه الجنوبي مميز ضده، انتوا ممكن تتزوجوا بناتنا لكن احنا ما ممكن نتزوج بناتكم، فهل في فرصة لهذا الوضع يكون دستوري يكون عندنا فيه الفرص المساوية معاكم؟ السؤال ده الندوة الحاضرة ناقشته في مستوى تبيين موقف الشريعة الموجودة بين ايدينا وحكمتها في وضعها شنو. الشريعة الموجودة الآن تقول أنه المسلم يمكن أن يتزوج الكتابية سواء كانت مسيحية أو كانت يهودية، ما ممكن يتزوج الوثنية، ممكن يتزوج الكتابية ما ممكن يتزوج الوثنية المشركة. و المسيحي ما ممكن يتزوج المسلمة، ولا اليهودي يمكن أن يتزوج المسلمة. والحكمة اللي قام عليها الأمر ده هو أنه الدين عندما جاء للناس وهم مشركين مفروغ منه أنه مصلحة الناس في أن يدخلوا الدين، وعرض عليهم الدين بصورة من السماحة بصورة من الإسماح والحرية، لكن عندما مر وقت طويل وما استجابوا له نزعت مسألة مسؤولية عن مصير وعن مصلحة وعن أنفس، وفرضت عليهم الوصاية وأمر النبي بأن يقاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، يعني إما أن يعطوا الجزية إما أن يسلموا أو يعطي الجزية أو يحاربوا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. هنا الوصايا دي فرضت أن الدعوة تحمي نفسها، تنشر نفسها وتحمي نفسها. جاء من الطرف ده أنه المسلم اللي بيدخل في الإسلام ويطلع منه يقتل، اللي بيرتد من الإسلام يقتل، لأنه قبالك فرض في أنه يدخل في الإسلام بالجهاد، وإذا خرج منه
يقتل. الاتجاه إذن أن يزيدوا المسلمين مش أن ينقصوا المسلمين. من هنا جاء أن المسلمة إذا تزوج المسيحي قد تصبح مسيحية، عرضناها لإغراءات قد تخرج عن دينها، لأنه الرجل بطبيعة وضعه مهارته وموقفه وتجاربه نضجه له تأثير على المرأة قد يخرج من دينها. فنحن نكون أديناها الفرصة لأن تخرج، وضعناها في محك في تجربة كان حقنا نجنب إياه. إذا ما هي خرجت لمقام الرجل من الأسرة، أولاده راح يصبحوا مسيحيين أو يهود، راح يصبحوا على ملة وعلى دينه. إذا كان زوجته احتفظت بدينه، أولاده منها راح يصبحوا يهود أو نصارى. ده كمان يشكل إغرة جديد للمرأة أن تبقى على دين زوجها وأولادها، لأنها قلبها مع زوجها وقلبها مع أولادها بالصورة دي. فإذن التشريع حقه يحميها. وقيل إذن أنه المسلمة لا يتزوجها الكتابي سواء كان مسيحي أو يهودي. بطبيعة الحال مسألة كونه وثني دي خارجة من الصورة بالمرة للغرض ده. العكس أنه المسلم يتزوج المسيحية أو اليهودية رؤي فيه الصورة اللي هي أنه قد يحمله هي على الإسلام، وعلى التحقيق أولاده بكونوا مسلمين على دين أبوهم، نفس الصورة اللي قبلك أنهم بيكونوا على دين أبوهم إذا كان مسيحي أو يهودي، وده مما يغريها هي أن تصبح مسلمة بعد أن كانت يهودية أو كانت نصرانية. وكونها وثنية ده يخرج من الصورة بالمرة، ممنوع أن يتزوج المسلم الوثنية. بعدين قيل أن الصورة دي في الإسلام هي مرحلة العقيدة، وأنه نحن بنعتقد أن الإسلام ماشي لمرحلة العلم بعد العقيدة، ولعل القضية دي تكون تفتح الضرورة، تفتح الباب أمام الضرورة في التطوير. دي من الأشياء اللي تركز ضرورة تطوير تشريع الإسلام في الصورة العامة زي ما قالت أسماء، والصورة صورة الأحوال الشخصية. نحن ناقشنا قبل ما نصدر كتابنا في تطوير الأحوال الشخصية، ناقشناه نقاش طويل، والاتجاه فيه أنه الوضع الدستوري بصرف النظر عن مسلم ومسيحي، الوضع الدستوري بدي المرأة الحق المساوي، لأنه الدستور بيقوم على الحقوق الأساسية اللي فيها التسوية بين الناس بصرف النظر عن جنسهم ولونهم وعقيدتهم، جنسهم من رجل أو امرأة. الحق الدستوري بيكون هو المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات. من هنا النقاش نجا أن الشريعة القائمة اليوم بتعطي المرأة الحق، المرأة بتعتبر في الشريعة الحاضرة مسؤولة عن نفسها وصاحب التصرف السليم إذا كان وافت القانون في رأي السادة الحنفية وعقدت لنفسها أو عقدت لغيرها. السادة المالكية بطبيعة الحال بيمنعوا أي عقد ما يباشر ولي، بيكون عندهم عقد باطل، لكن الحنفية قالوا العقد يمكن أن يكون صحيح إذا كان استوفى الشروط العايزة الولي. الولي عايز زوج وبنته تتزوج الكفو بمهر المثل، إذا كان هو حاضر هذا ممارسته بتكون على الأساس ده، إذا كان هو غايب هو ممثل معنويا في القانون ده إذا كان القانون طبي. فالمرأة اللي بتعقد لنفسها أو لغيرها على الكفو بمهر المثل ليس لوليها الحق في أن يطعن في تصرفها. مهر المثل يعني مهر بنات عمها وبنات خالاتها من الأسرة، والكفاءة حددوها في 6 دعائم: الإسلام والدين والحرية والنسب والمال والحرفة. في نقاشنا نحن في تطوير شريعة الأحوال الشخصية قيل أنه المال ما حقه يكون في عصر مثل عصرنا بيسعى إلى محو الفوارق الطبقية، المال ما حقه يكون يخلق طبقات. فالاشتراكية بتقول أنه الدخول
تكون قريبة من قريب، حتى تمشي للشيوعية تقول أنه الدخول تكون مستاوية، لكن في الاشتراكية التفاوت ما يخلق طبقة فوق تستنكف أن تزوج بناتها أو تزوج أولادها من أولاد وبنات الطبقة صاحبة الدخل المحدود التحتانية. برضو في الوقت الحاضر الحرفة الشريفة ما محتقرة، يعني الإنسان اللي بيخدم المجتمع في مستوى من المستويات، إذا كان كالناس شارع أو بلم الأوساخ أو بيعمل أشياء زي دي وبيكسب رزقه بعرق جبينه في خدمة شريفة، حقه يكون شريف ما مضطهد، وما حقه إذن تكون في تمييز ضد الحرف، وده ما جابه برضه حكم الوقت الحاضر في تطور الناس لأمام. ولذلك قيل مسألة المال ومسألة الحرفة تسقط من اعتبار الكفاءة. جاءت مسألة الحرية، الحرية دي ساقطة بطبيعة تطور المجتمعات، ما فيش رقيق في الوقت الحاضر، ما يمكن أن يكون في أي مجتمع سوق للنخاسة يقيفوا فيه النساء والرجال ليشتروهم الآخرين من الأغنياء بمالهم، ده انتهى، فأصبحت مسألة الحرية منتهية بمجرد سير التطور البشري لأمام. ده ركن من الأركان الستة، ده الثالث من نوع. فضل الإسلام والدين والنسب. برضو قيل أنه مسألة الإسلام وحدها ما بتكفي، لأنه المسلم تعريفه قد يدخل فيه المنافق، الإنسان الكذاب اللي بيحتفظ بالمظهر الخارجي وحقيقته ما حقيقة مسلم. ففي الوقت الحاضر ما حق أن احنا ننخدع بمجرد الاسم الكبير ده للإسلام. عبد الله بن أبي بن سلول مسلم وهو رأس النفاق، فإذا حق الناس يتعمقوا المسألة، ما تبعد مسألة الإسلام برضو. ودي أخذت نقاش لكن برضو ما كان بالصورة المستوفية الكافية، وأنا أعتقد أنه يعاد النظر فيها برضو في إجابتنا على السؤال الحاضر، لكن على أي حال أبعدت. وقيل أنه في الدين ما يغني عن الكلام عن الإسلام، في اعتبار الدين ما يغني عن الإسلام، لأنه الدين إسلام وزيادة في اعتبار للقيم، هل القيم الإسلامية قائمة في الإنسان اللي بنعتبره مسلم ولا مظهره مظهر مسلم ومخبره غير ده. سقط الركن الرابع، فضلوا ركنين، الركنين ديل قيل الدين والنسب. مشى النقاش في أنه مسألة الدين مش شرط الدين الإسلامي، القيمة الإنسانية في الدين الإسلامي هي قيمة إنسانية في الدين اليهودي، هي قيمة إنسانية في الدين المسيحي وفي عدة أديان أخرى، قد يكون التفاوت بيناتهم تفاوت مقدار، لكن أصول الأخلاق موجودة في الأديان كلها. فإذا يمكن الناس أن يبنوا على قاعدة أخلاقية، القاعدة الأخلاقية إذا كانت مثلا لا تسرق لا تزني لا تقتل، الأشياء المعروفة في النهي دي إذا كان الإنسان بتورط فيها يمكن أن يعتبر غير أخلاقي، إذا كان الإنسان بالسامة عنها ويمكن أن تكون مطورة بصور معينة، يعني لا تسرق، مش شرط السرقة بكسر المكان دكان أو بيت، يمكن في المجتمع الاشتراكي أن تعتبر السرقة أن تكون أنت بتنوم في العمل بتاخد مرتب لكن ما بتعمل العمل اللي بتاخد من أجل المرتب وكأنك بتسرق المجتمع، يمكن أن تكون السرقة أنك أنت بتستهلك أكثر مما تنتج، أنت قادر على الإنتاج لكن ما بتنتج وبتستهلك أكثر مما تنتج، بعدين بتستمتع بالنور وتستمتع بالشوارع وتستمنع بالصحة والطب العلاجي في الاسبيتاليات وتستمتع بالقضاء وحراسة الأمن، كل الأشياء زي دي المجتمع بيدفع عليها لكن أنت ما بتدفع عليها، تتطور كأنه صور التشاريع بالمستويات دي حتى يكون البعيش في دون مستواها غير أخلاقي، والبعيش في فوق لمستواها قد استام لمستويات من الأخلاق كبيرة جدا، لكن الحد الأدنى ألا يتورط في التشريع اللي بيحفظ حق الجماعة، بيتورط في التشريع اللي بيحفظ حق الجماعة بيعتبر غير أخلاقي. أقيل لي مسألة الدين المقصودة، والمستوى ده الإنسانية كلها بتحترمه، لا يمكن أن نجد مجتمع بشري يحترم الإنسان اللي بيعتدي على حقوق الآخرين، هذا ما قيل أنه ده الدين. الإنسان حصل بوين؟ بوزي حصل المستوى ده، ما بنقول له انت حصلته بشنو، بناخده هو كنتيجة حصيلته زي ما قال إبراهيم
يوسف قبل. المقصود الحصيلة اللي بيكون عليها الإنسان، حصل بأي أسلوب من الأساليب ده مش المهم عندنا. إذا كان هو مسلم وما حصله هو ما مسلم، ما بنعتبره على الاعتبار ده. فإذا الدين بقى إنساني عام في القيم الإنسانية والخلق الإنساني المرعي لصيانة المجتمع المترقب باستمرار في مراتب الحضارة والمدنية. جاءت مسألة النسب، قيل أنه ده ما يكون كفاية خلاص، واحدين دافعوا عن النسب، في ناس اعترضوا على مسألة النسب بأي صورة من الصور، شافوها عنصرية. الناس اللي دافعوا عن النسب قالوا النسب طرف من الأخلاق، بس بالصورة دي النسب طرف من الأخلاق، بمعنى أنه الإنسان الفاضل ابن الفاضل ابن الفاضلة ما زي الإنسان الفاضل ابن الفاجر ابن الفاجر، بالمعنى ده. يعني يمكن أن يكون في خطيب معين هو ابن فلان ابن فلان ابن فلان سلسلة نقية كلها، وهو ذاته فاضل، وفي خطيب آخر هو ذاته فاضل وقد يكون مساوي في الفضل للآخر ده، لكن سلسلته ورى فيها وهن، ممكن الطعن فيها مش من أنها رقيق، من أنهم ده سكير وده سكيرة وده العربيد بالصورة دي. وقد يقول الإنسان أنا فلان ده ما بقدر أطعن فيه لكني ما مطمئن له، بفتكر أخلاقه الحاضرة دي يمكن أن تنتكس وأن تبهت، دي أخلاق ما عندها أعراق قديمة، يمكن أن نقول بالصورة دي. فالنسب بالمعنى ده نحن عايزينه يبقى، ده ما قيل يومها، لكن برضو بعض الإخوان ما كان راضي عن مسألة النسب. فضلت من الأركان الستة بتاعت الحنفية الدين والنسب على شيء من عدم الاقتناع من بعض الإخوان الجمهوريين في بقاء النسب مع الدين. الموضوع ده كان بيناقش من أجل كتاب تطوير شريعة الأحوال الشخصية، اليوم بيعاد نقاشه على نماذج ماسلة أمامنا عملية مش نظرية، قضية الخرطوم بحري وموقف الجنوبيين من السؤال ده. الندوة وقتها انتهى، لكن لا نزال بننتظر أنه الموضوع ده يناقش لأمام، ونحن بنتركه في الحد ده ليقلب الأخوان فيه رايهم، وبنعود له مرة تانية. يجوز الوفود إذا جات من بكرة يكون ندواتنا المقبلة سماع انطباعات وتقارير الوفود عن حركتهم، لكن بنعود للموضوع ده بأول فرصة لنحسمه حتى يكون الفهم الإسلامي الجديد عنده رد على سؤال قائم وسؤال وجيه جدا، اللي هو إيه الفرصة لأن ينصهر الشمال والجنوب في بوتقة واحدة يعين التشريع، يعين التشريع على أن تخرج أمة ما يكون الفواصل بيناتها فواصل عقيدة، زي ما قال الإبراهيم عن الأخ الجنوبي، ما يكون واحد مولود وعنده امتياز جاهز له وواحد مولود وعنده تمييز ضده جاهز، ما يخرج عنه إلا إذا بقى على عقيدة صاحب الامتياز. كأنه الموضوع القائم موضوع عملي وحيوي ويمكن الإنسان أن يحترمه هو ده. فهل الفهم الإسلامي الجديد عنده رد يطمن من ناحية التشريع؟ بعدين مسألة التطبيق برضو يكون يقال فيها رأي، التشريع المعطل ما هو تشريع إلا إذا كان في خطوات لتجعله مطبق، التشريع أي قانون شرط فيه التطبيق. الموضوع ده إذن بنخليه هنا لنواصله في أول فرصة في التسجيل ده نفسه ليمشي للجهات المختلفة إن شاء الله. دي نهاية الندوة الحاضرة.